تيجي على الموضوع. بالنسبة لأجواء جدة في رمضان لا يعلى عليها أبدا يا رجل. مثلا مثلا بعض محلات الفول المشهورة بدون ذكر أسامي أسر فيها بعد صلاة العصر. صلاة فول بعد صلاة العصر من يعني من بعد صلاة العصر المغرب تقريبا ساعتين ونص ثلاث ساعات إلا وبالحافظات. صادق. من الفعاليات وانت رايح للسوبر ماركت تعرف اخر ساعه في رمضان الناس تزدحم تروح تاخذ اغراض كذا كثير من الناس يطلعون بدري لا يصفطون اللي يبيع مكرونه وشوربه واللي يبيع فول سوبيا مش اسمه يبيعون سوبيا طبعا عندنا شيء كبير. صادق. جنوب جده جنوب جده فعاليات عندهم كبيره لدرجه ان الناس بسطاء يعني اكثرهم يفطرون مع بعض سفرة رمضان هذه كبيرة مرة. حنا في رمضان تقريبا لنا أكثر من 18 سنة أبوي الله يعطيها العافية يطول في عمره. أبوك الحين في جدة وأهلك. إيه أبوي كان في الرياض. أبوي الله يعطيها العافية والصحة. اللهم آمين. اللي 18 سنة وحنا نفطر في الاستراحة لأنها مجمع الربع. بعيد عن البيت ولا؟ وفطار صايم حول البيت يعني من النوادر أبوي يفطر في البيت. افطار صايم هل يسوون فطور انا واخواني زوجاتهم خواتي ومع الربع الموجودين تعرف اجر رمضان فرصه لك اي أيوة والله ويجتمعون اللمه ذي هذه بحد ذاتها لانهم اغلبهم اساسا الموجودين الربع اغلبهم تقريبا 80% منهم مسوقين عقاريه فكنا نفطر نجلس نتابع التلفزيون نصلي العشاء التراويح نرجع شيء بسيط نروح المكاتب العقار مكاتب العقار في رمضان يعني شبه تموت ساعتين ساعتين ونص بالتليفون يشتغلون نرجع للاستراحة ونكمل الميسور ووقات نتسحر نجلس لين اثنين وسحور سوالف لين صلاة الفجر صلينا ودرجنا فجدة مكة ما اقدر اجزم لك بالطائف الطائف لا الطائف نظام دوريات الفطور اليوم عندك عبد الله الرزق اليوم الثاني عند عبد الله كرعاني جدة مكة في رمضان متعة من الآخر دوريات جدة ومكة دوريات يا ابو سحاب ولا اقطع كلامك عندنا في مكة احنا ترى نفس الحكاية نظام بس مو نظام دوريات ما دوريات لكن وش اكثر اكله عندنا في الحجاز ترى على سفرة الفطور